وخلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، أكد على أهمية تبادل الزيارات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الهادفة إلى تعزيز العلاقات وفتح مزيد من أفق التعاون بين البلدين الصديقين. أظهرت الصين قدرتها واستعدادها على مساعدة الدول في منطقة الشرق الأوسط على معالجة النزاعات بشكل بناء، وعلى أن يكون لها دور بناء في يعني دعم الاقتصاد في هذه المنطقة. لذا تمثل أو تقدم هذه الزيارة تبع جلالة الملك إلى الصين فرصة للبحث في المزيد من مثل هذه الفرص وتقديم حلول إضافية لكافة الصعوبات التي نواجهها في منطقتنا. بالفعل العلاقات مع الاقتصاد الصيني تمثل إيجابيات العلاقات في بين الطرفين، وبالتحديد نجد أن الصين تمثل من أهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين من ناحية السلع، فتبادل السلعي وصل مستويات جدا عالية في آخر 5 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك هناك استثمارات تبادلية رفيعة المستوى تتمثل في شركات صينية مستثمرة في مملكة البحرين، وكذلك استثمارات لمملكة البحرين في الاقتصاد الصيني.